ومع اقتراب انطلاق اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي بالعاصمة الأمريكية، سيتوجه وفد رفيع المستوى إلى الولايات المتحدة الأمريكية للتفاوض في مشاورات الخريف التي تعقد كل سنة في واشنطن. وعن مشاورة تونس مع الصندوق، يؤكد رئيس ديوان وزيرة المالية زهير عطلة أن هناك تطمينات حول نتائج هذه المفاوضات. تقريبا أعددنا العدة للانطلاق في المفاوضات، هناك تطمينات كبيرة جدا، مؤشرات جد إيجابية، خاصة بعد تصريح مديرة صندوق النقد الدولي من الرياض منذ أيام حول تقدم المفاوضات وحول الاتفاقية اللي إن شاء الله سيتم معناتها تكريسها وسيتم الاتفاق في شأنها خلال بطبيعة الحال الزيارة هذه، وإن شاء الله في خلال الأيام القليلة القادمة سيتم الإعلان. أنا متأكد أن مش تكون هناك إيجابي. الاتفاق اللي إن شاء الله باش يكون مع صندوق النقد الدولي سيكون عنده تداعيات إيجابية جدا على الترقيم السيادي لتونس، ويفتح الأبواب بالنسبة للممولين والمستثمرين أنهم يعاودوا يخزروا مرة أخرى إلى الوجهة التونسية ويعطيوا ثقة في الوجهة التونسية. يفتح الأبواب إلى كل الممولين أنه ننطلقوا في دعم الدولة التونسية، وإن شاء الله هذه إن شاء الله ستروه على أرض الواقع خلال الأسابيع القادمة.